الحاجة التانية اللي هي الابنورمالز أو هي العيوب اللي بتبقى موجودة في الكروموسوم، تمام؟ في جزء برضه تاني اللي هو بيتكلم عن الاستادي في الكروموسوم، اللي هو عملية بقى إيه، عملية إن أنا أدرس الكروموسوم ده تركيبه إيه، والحاجات دي يعني إيه ملهاش لازمة. يبقى أنا هتكلم النهاردة على الانقسام الميوزي، وهتكلم على الابنورمالز دي أهم حاجة، وبعد كده في حاجة اسمها الكروموسوم الاستادي، هي عبارة عن صفحة واحدة والكلام فيها كله سهل. انا المره اللي فاتت كنا خدنا الانقسام الميتوزي، وقلنا ان الميتوزيس او الانقسام الميتوزي ده كان بيمر باربع مراحل. المرحله الاولى مرحله البروفيس، وبعد كده مرحله الميتافيس، بعد كده مرحله الانافيس، والمرحله الاخيره اللي هي كانت مرحله الايتيروفيس. وعرفنا كل مرحله كان بيحصل فيها ايه. الانقسام الميتوزي كان الناتج بتاعه ان انا بيبقى عندي خليه واحده كان بينتج منها اثنين خليتين زي بعض، ادي خليه وادي خليه. الخليه الام كان بيبقى فيها 46 اس كروموسوم او 46 كروموسوم، الخليتين اللي نتجوا عنها برضو كانت بتبقى واحده 46 اس والثانيه 46 اس، تمام؟ يبقى دي الخليه الام كانت 46 اس كروموسوم اللي هي الخليه العاديه، نتج عنها خليتين، واحده 46 اس والثانيه برضو 46 اس، تمام؟ طب امتى بتبقى دي 46 دي في حاله الاس فيس اللي هي بتبقى مرحله الدوبليكيشن، يعني كده خليه في الحاله العاديه. اول ما تدخل مرحله الانقساميه وتخش على مرحله الاس فيس اللي احنا قلنا بيبقى فيها دوبليكيشن، يبقى هتخش تبقى 46 اس و 46 دي، تروح 46 دي مقسومه 46 اس هنا و 46 اس هنا. ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الميتوز في الانقسام الميتوزي المره اللي فاتت. الميوزس او الانقسام الميتوزي. المرة اللي فاتت عن الميتوزيس او الانقسام الميتوزي. النهارده هنكمل الميوزيس والابنورماليتيز، وفي حاجه اسمها الكروموسوم الاستادي، ودي صفحه واحده كده يعني ايه ملهاش لازمه. فاحنا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا عن الميتوزيس، وقلنا ان كان بيبقى فيه خليه. هنبدا الموضوع من الاول، نعرف الفرق ما بين الاثنين عشان الناس بتلخبط فيهم، وانا من دول الناس اللي كنت بلخبط فيهم، وبعد كده هناخد تفصيل الميوزيس مره على بعض. انا دلوقتي عندي الخليه دي فيها 46 اس كروموسوم. اس كروموسوم، تمام؟ دخلت في مرحله الاس فيس زي ما عرفنا المره اللي فاتت، وطلع منها 64 دي كروموسوم، تمام؟ 46 ال 64 دي كروموسوم هيترتبوا ازاي في الخليه؟ ادي الدي كروموسوم، تمام؟ بعد كده هيترتب في الخليه ادي الدي كروموسوم، مترتب منه ادي ده واحد موجود منه 46 نسخه كمان تحت بعض، تمام؟ الخليه هتنقسم، كل واحد من دول هيروح في ناحيه، يبقى كده راح لي هنا كده 46 اس كروموسوم، وهنا 46 اس كروموسوم، يبقى رجع الوضع للخليه الام قبل ما تخش الدوبليكيشن اصلا، تمام؟ اللي دي احنا كنا بنسميها الاثنين دول في ثانوي، انما الخليه اللي احنا هناخدها بعد كده في الميوزس اللي كانت بتتسمى، تمام؟ يبقى انا ترتبت عندي 46 اس دبل كروموسوم رتبناهم بالشكل ده، بعد كده كل خليه كل سنجل كروموسوم اللي احنا بنسميه كروماتين راح في ناحيه كان ولا 46 اس كروموسوم. ده كان بالنسبه للميتوز. طب بالنسبه للميوزس هيترتب ازاي؟ انا دلوقتي عندي بينقسم لحاجتين، حاجه اسمها فيرست ميوتيك ديفيجن وحاجه اسمها سكند ميوتيك ديفيجن، انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني. الكروموسومات ال 46 بتترتب ازاي؟ هناك خليكم فاكرين كانت بتترتب كده، وده ينفصل ويمشي وده ينفصل ويمشي. طب ليه دي بتمر بمرحلتين؟ اشمعنى ده عدت فيرست وعدت سكند؟ قال لك حسب ترتيب الكروموسومات. ازاي؟ يعني هنا الكروموسوم انا لازم الخليه عندي يبقى الكروموسوم موجود فيها سنجل كده، تمام؟ يعني موجود لوحده. فدي بقى هتترتب ازاي؟ قال لي رتبهم 23 جنب بعض بس رتبهم بالشكل ده. تمام؟ يحصل الانقسام الميوزي الاول. انا كده عندي 23. يحصل انقسام ميوزي اول، يروح ده ماشي كده وده ماشي كده. الشكل اللي عندي ده دي ولا اس؟ دي. يبقى انا عندي خليه نتجت فيها 23 دي كروموسوم اللي هو شكله عامل كده. انا ينفع عندي الخليه تبقى موجوده بالشكل ده؟ لا، انا لازم ابقى سنجل، فتروح جايه داخله في انقسام ميوزي تاني، يروح ده ماشي كده
ويروح ده ماشي كده. يبقى نتجت عندي ان دي بقى فيها 23 اس كروموزوم ودي فيها 23 اس كروموزوم. يبقى احنا عرفنا 23 اس جت ازاي وعرفنا ليه هي بتدخل في السكند ميتوتيك ديفيجن. تمام ولا عادي تاني؟ يبقى انا عندي من البدايه 46 اس كروموزوم دخل في مرحله الدوبليكيشن بقى 46 دي كروموزوم. في الخليه العاديه اللي هي السوماتيك او الخليه اللي هتنقسم انقسام ميتوزي 46 هترتبه بالشكل ده. بعد كده ينقسموا الاثنين في مرحله الانافيس يليها مرحله التيلوفيس راح هنا 46 اس كروموزوم وهنا 46 اس كروموزوم. لما اجي اتكلم على 46 اس ده بصيغه ثانيه بقول ان هي فيها 23 دي. دي الخليه السوماتيك او الخليه الجسديه. طب الخلايا الجنسيه اللي هي بيبقى فيها 23 اس دي جت ازاي؟ بدات الخليه عندي ب 46 اس كروموزوم اللي هي الخليه العاديه. دخلت مرحله الدبليكيشن بقت 46 دي كروموزوم. اترتبت ازاي؟ اترتبت على شكل اربعه بالشكل ده رباعيات جنب بعض، اثنين كروموزوم ماسكين جنب بعض. انقسمت الخليه ترتبوا على 23 بالشكل ده. انقسمت الخليه هنا بقى فيه 23 دبل كروموزوم وهنا بقى فيه 23 دبل كروموزوم. يجي ده كده الانقسام الميوزي الاول. طب ما نقف لحد كده، ايه بقى اللي خلاني دخلت الانقسام الميوزي الثاني؟ ان انا ما ينفعش افضل بالشكل ده، انا لازم ابقى سنجل. فيدخل انقسام ميوزي ثاني ويروح ناتج عندي 23 اس كروموزوم وهنا 23 اس كروموزوم. فهمتوا الفرق ما بين الميتوزي والميوزي؟ الحته دي تلخبط. فهمتوها ولا عيدها ثاني؟ بس هو في الميوزي في الاخر ان الخليه بتطلع اربعه مش اثنين بس. نعم. في الميوزي الخليه بتطلع اربعه. تمام. ليه بقى؟ عشان انا هنا كده قلت لك دول هيبقى 23 دي كروموزوم ودي هيبقى 23 ايه؟ دي كروموزوم. دي كروموزوم. دي هتطلع اثنين ودي هتطلع اثنين. ايوه. يبقى الناتج كام؟ اربعه. اربعه. تمام؟ اربع خلايا كل واحده فيها 23 اس. تمام؟ ايوه. خلصنا كده احنا الفرق ما بين الميتوزي والميوزي عشان ايه هيفوجينا دلوقتي. تمام؟ ايه بقى مرحله الميوزيس؟ مرحله الميوزيس اللي هو الانقسام الميوزي. هنمر مرحله الميوزيس بمرحلتين كبار اللي هو الفيرست ميوتيك ديفيجن والمرحله الثانيه السكند ميوتيك ديفيجن. انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني. الانقسام الميوزي الاول اللي هو بيحصل فيه عمليه الاختزال للخلايا دي اللي هي الكروموزومات من 46 جديد. 23. يبقى انا في الانقسام الميوزي الاول بحول من 46 ل 23. من 46 دي بحولها الى 23 دي. الانقسام الميوزي الثاني اللي هو بعمل ريدكشن للكروموزومات نفسها للكروموزوم اللي جوه اللي هو من 23 دي ل 23 اس. تمام. المراحل نفس مراحل الميتوتيك ديفيجن اللي هي مرحله البروفيس، مرحله الميتافيس، مرحله الانافيس ومرحله التيلوفيس. بس لما نيجي نتكلم المره دي هنقول على حسب. يبقى انا لما اجي اتكلم اقول الميتافيس 1 البروفيس 1 التيلوفيس 1. لما اجي اخش الانقسام الميوزي الثاني هقول نفس الكلام بروفيس 2 وميتافيس 2 وانافيس 2. فاهمين الحته دي ولا لا؟ اللي هو انا عندي انقسام ميوزي اول وثاني ابدا اسامي بالنسبه لي. نفس الكلام اللي بيحصل في الميتوزي بالنسبه لترتيب البروفيس والميتافيس والانافيس والتيوفيس بيحصل برضه في الميتوزي. بس هو في مرحله البروفيس هنا اختلفت في حاجه. يبقى مرحله البروفيس في انقسام الميتوزي الاول اختلفت في حاجه ان هو قال لي الكروموزومات بتترتب ازاي. بدا الكروموزومات في الترتيب بتاعها بتبدا اول حاجه بحاجه اسمها البنتوتين. انا عندي الكروموزومات دي بتبقى موجوده بالشكل ده. تمام. موجوده كده في قلب الخليه. قال لك ليبتوتين معناها ان هي تبقى متواجده على شكل خيوط. ليبتوتين اللي شايل ليبتون افتكروه منه. الشايل ليبتون ده اللي هو اللي شايل الفتله. هو بيبقى عامل زي الفتله برضه. الكروموزوم هتلاقيه مترتب بالشكل ده. تمام. بعد كده مرحله اسمها مرحله الزيجوتين. مرحله الزيجوتين ده معناها ان اثنين كروموزومات هيجي يقفوا ضد بعض بالشكل ده. يبقى انا الاول كان في عندي ليبتوتين يعني الكروموزوم بقى لوحده كده بدل ما هو كان عشوائي بقى له شكل اللي هو شكل الخيط او الفتله. بعد كده مرحله الزيجوتين اللي هو جاب كروموزوم تاني قعد بقى موجود جنبي. المرحله اللي بعد كده مرحله الباكيتين
الباكتين دي افتكرها من عمليه الباكت، الباكت اللي هو الباكت او الحاجه الصغيره اللي هي الكوندنس دي اللي بتبقى صغيره على بعضها الباكت. فهو برضو كذلك الكروموسوم بدل ما هو طويل وهايف كده فهيبدا يكوندنس على بعضيه ويكون الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى الشكل ده. يبقى ده هيتحول لكده والتاني هيتحول لكده ويبدا في المرحله دي مرحله اسمها البايزما. البايزما دي معناها ايه؟ ان انا عندي الكروموسوم ده والكروموسوم ده ادي الحته دي متصقين مع بعض في المنطقه دي. بداوا يتصقوا مع بعض في المنطقه دي تمام. بعد كده المرحله اللي بعدها مرحله الديبروتين اللي هو هيبدا يبادلوا الحته دي. بمعنى انا عندي مثلا كروموسوم اهو والكروموسوم الثاني اهو، فهنطول ده شويه ونطول ده شويه. بعد مرحله الاتصال دي يبدا الكروموسوم الازرق ياخد حته من الاحمر والاحمر ياخد حته من الازرق تمام، فهيطلع لي الشكل بالشكل ده. الشكل ده الكروموسوم الازرق خد حته من الكروموسوم الاحمر والاحمر خد حته من الكروموسوم الازرق. دي اللي مسؤوله عن ايه؟ دي مسؤوله عن الفاريشن اللي احنا موجودين عليه. انا الشبح حازم الشبح فلان، هو ده اللي بيخلينا نبقى مختلفين في الشكل، هو ده المسؤول عن الفاريشن اللي موجود بيننا. يبقى دي كانت المرحله اللي اسمها الديبوتين دايا كاينيزيس. دي المرحله بقى اللي بيبدا فيها هم بيبقى على الشكل ده بس بيبقى لا زالوا متصقين. في مرحله الدايا كاينيزيس كل واحد بيبدا يروح لحاله وبعد كده يبدا النيوكليار انفلوب اللي كان موجود اللي موجود حوالين الخليه يبدا يروح علشان ادخل في المرحله اللي بعديها بقى اللي هي مرحله الميتافيس انافيس تيروفيس تمام؟ نمر بيها مرحله البروفيس. خلصنا كلام عيني. نتكلم بقى احنا بلغتنا تمام؟ احمد بعد كده هي مرحله الميتافيس اللي هو اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت الكروموسومات كانت بتتجمع في منتصف الخليه. يبقى انا عندي ايه الخليه مثلا الكروموسومات هتيجي كلها وتتجمع بالشكل ده. الشكل ده فيه غلطه ولا صح؟ غلطه تمام. ليه بقى؟ عشان ثنائيات تبقى المفروض ان هو ما يبقاش كروموسوم. ده كده شكل الميتوزس اللي هو الانقسام الميتوزي. ساعتها يبدا ده يروح هنا وده يروح هنا. طب في الانقسام الميوزي الشكل ده مش موجود. ده احنا قلنا في مرحله الانقسام الميوزي ادي الخليه كانت بتبقى مترتبه بالشكل ده تمام. وكنا بنقول ان دول عباره عن 46 كروموزوم تحت بعض. 46 دبل كروموزوم ادي ده دبل و46 تحت بعض. يحصل الانقسام الميتوزي وان ده بيروح في خليه وده بيروح في خليه يكون لي في النهايه 46 اس وهنا 46 اس. ده اللي كان بيحصل في مرحله ايه؟ الميتوزي. طب في مرحله الميوزي المرحله اللي معانا العمليه اللي معانا ايه اللي بيحصل فيها؟ حازم قال ان في غلطه في الرسم دي وفعلا في غلطه في الرسم دي اللي هو ادي شكل الخليه ما بيبقاش مترتب بالشكل ده بيبقى موجودين في شكل ثنائيات كده بس موجودين 23 تحت بعض مش 46 زي الثاني تمام. يبدا يحصل انفصال دي تمشي هنا ودي تمشي هنا يبقى ناتج عندي كام خليه؟ ناتج عندي خليتين دي في سيها فيها 23 دي ودي فيها 23 دي. مش ده اللي ظهر قدامنا ولا في مشكله؟ تحصل بعد كده 23 دي دي ده كده انقسام ميتوزي اول. ده كده اللي بيحصل في انقسام ميتوزي الاول. احنا هنقف لغايه هنا كده ميوزي تمام. انقسام ميوزي اول ده المفروض ان الانقسام الميوزي الاول احنا وقفنا لغايه هنا. نكمل احنا بقى الانقسام الميوزي الثاني. ال 23 دي ده بيبقى زي ده بالظبط. نفترض ان انا خدتهم من هنا حطيتهم هنا دول بقى 23 جنب بعض تمام. تبدا دي تروح لخليه ويبدا ده يروح لخليه. يبقى في الاخر خالص الخليه بقى فيها ايه؟ ادي خليه فيها كروموسوم سنجل كروموسوم يبقى دي 23 وفي خليه فيها سنجل كروموسوم 23 يبقى دي فيها 46 23 اس كروموسوم و23 اس كروموسوم. كل خليه هتنقسم لاثنين صح؟ الخليه دي هتنقسم لاثنين واحده اهي والثانيه اهي والخليه دي برضه هتنقسم لاثنين واحده اهي والثانيه دي فيها كام؟
23 اس، ودي فيها 23 اس، دي فيها 23 اس ودي فيها 23 اس. يبقى ناتج الانفصال ان كانت خليه فيها الكروموزومات بتاعتنا العاديه من البدايه اللي هي 46 اس انتهت في النهايه الى اربع خلايا فيهم 23 اس اللي هو نص العدد اللي احنا كنا بنسميه في ثانوي. يبقى احنا فهمنا مرحله الانفصال الميوزي بتتم ازاي. الجزء ده مهم بس عشان ما تلخبطوش وتعرفوا اس ودي والكلام ده، تمام؟ انا فعلا في وانا في سنه اولى كنت محتار جدا، هو ليه دي اصلا بتدخل في انفصال ميوزي في الانفصال الميوزي الثاني؟ ليه ما وصلش 23 وقف؟ لان الخليه المفروض ان الكروموزوم يبقى موجود في شكل سنجل زي كده، تمام؟ انا موجود هنا كده بابل، يعني الكروموزومات متضاعفه، انا ما ينفعش اقعد في خليه والكروموزومات متضاعفه، فبدخل في الانفصال الميوزي الثاني، تمام؟ كده انا وصلت لمرحله الميتافيس وقلنا ان هم بيبقوا مترتبين بالشكل ده. مرحله الانافيس اللي هو يبدا ده يروح الجنب ده وده يروح الجنب ده، اللي هو مرحله الانفصام بعيد عن بعض. مرحله التيلوفيس يبدا بقى يحصل كليفج يعني انقباض في الخليه نفسها ويبداوا ينفصلوا عن بعضهم ويكونوا لي تو سيبريت سيل، تمام؟ بس الخليه دي فيها 23 دي كروموزوم والخليه دي فيها 23 دي كروموزوم. طب ما انا اخليها خليه عاديه، ما انا كل خلايا جسمي فيها 23 دي كروموزوم، ايه المشكله هنا؟ المشكله ان انا خلايا جسمي العاديه ال 23 دي كروموزوم هي فعلا 23 دي، بس الكروموزوم فيها بيبقى موجود في شكل سنجل كده، مش متضاعف زي الحاله دي. تمام ولا مش تمام؟ السكند بايوتيك ديفيجن هو قال لك في الكتاب زيه زي الميتوزي بالظبط. تمام؟ يعني نفس المراحل بتاع الميتوزي هي السكند بايوتيك ديفيجن. كده احنا خلصنا الميتوزي. حد محتاج فيه حاجه؟ في حاجه اسمها الكروموزوم الصافي اللي هو دراسه الكروموزومات. الكروموزوم الصافي ده معناه ان انا اجيب الكروموزوم احطه تحت الميكروسكوب اللي انا بشوف بيه وابدا ادرسه، تمام؟ لقينا ان شكل الكروموزوم عباره عن زي ما قلنا لما يبقى في محطه الانقسام بيبقى عباره عن اثنين كروماتيد متصلين مع بعض في مرحله في نقطه اسمها السنتيومير اللي هي النقطه اللي في المنفصل. ادي جزء ده كده ده شكل الكروموزوم، هو مش بالشكل ده بالظبط يعني. ده كده شكل الكروموزوم اللي هو عباره عن كروماتيد وكروماتيد متصلين مع بعض في النقطه اللي في النص اللي هي اسمها السنترومير، تمام؟ قسم لي بقى الكروموزومات تبع عن مكان السنترومير دي لاربع انواع، تمام؟ اول واحد عندكم اللي هو حاجه اسمها ميتا سنتريك، والنوع الثاني حاجه اسمها سب ميتا سنتريك، النوع الثالث اسمه اكرو سنتريك، وحاجه في الاخير خالص اسمها تيلو سنتريك. الميتا سنتريك دي معناها ان سنترومير موجود في منتصف الكروموسوم زي ده كده بالظبط. ده كده اسمه ميتا سنتريك اللي هو نقطه السنترومير او الانفصال ما بين الاثنين كروماتين موجوده في النص بالظبط. يبقى انا كده عندي ده قد ده، تمام؟ الكروماتيد ده قد الكروماتيد ده، والكروماتيد ده قد الكروماتيد ده. ده الكروموسوم الاول او النوع الاول من الكروموسومات. النوع الثاني ان يبقى في عندي حاجه اسمها الصف ميتا سنتريك، بمعنى ان انا بدل ما هو موجود في السنترومير هنا لا هيبقى موجود في المنطقه دي، وده اغلبيه اللي بيبقى موجود يعني اللي هو بقى عندي شورت ارم كده والتاني لونج ارم. شايف ده؟ طب التاني انا بيبقى عندي صاب ميتا سنتريك، ادي الكروموزوم ادي لون ار وشورت ار. ده كده اسمها صاب ميتا سنتريك، بمعنى ان في عندي لونج ار وجزء طويل وجزء قصير، تمام؟ يتطرف ده اكتر، ده كده صاب ميتا سنتريك، يتطرف ده بقى اكتر. يعني السنترومير ما يبقاش موجود هنا، لا يبقى موجود هنا مثلا. يبقى انا عندي فيري شورت ارك وفيري لونج ارك، تمام؟ دي المرحله دي بيبقى اسمها اكرو سنتريك. يبقى مثلا بدل كده لا هتلاقي كده مثلا والتاني لونج. ده
كده حاجه اسمها اكوسنتريك. يبقى ده كده ميتا سنتريك. الفرق بالنسبه لايه؟ الصب ميتا سنتريك انت شايف ان ده اسمه شورت ار وده لونج ار، تمام؟ بس لازال ده برضو جزء كبير. طب الاكوسنتريك لا ده جزء صغير قوي. فهو الاختلاف في المكان. هو لما كان بيجي يقسمها كان بيقسمها ازاي؟ ان انا لما يبقى عندي منتصف منتصف الكروموزوم يعني يبقى اسمه ميتا سنتريك. لو قسمناها هنا كده يعني خليناها من الاخر تلت وتلتين يبقى دي اللي هي الصب ميتا سنتريك. لما بنقسمها بقى خالص يبقى مثلا دي ربع وثلاث ارباع يبقى الاكوسنتريك. تمام؟ فهو الاختلاف بيبقى في مكان وجود السنترومير بس. يبقى ده كده اكوسنتريك صب ميتا سنتريك وده اللي هو الميتا سنتريك. اخر واحد بقى اللي هو خالص ده بيبقى اسمه تيلوسنتريك. ده اللي هو بيبقى عباره عن كروموزوم ما فيهوش الار واحد بس. وده يعني حاجه مش متشافه او مش موجوده. يبقى موجود عندي منطقه السنترومير او اتحاد الاثنين كروماتيد مع بعضهم بيبقى موجودين في النهايه خالص متطرفين خالص. يبقى ده كده بالنسبه لانواع الكروموزومات. نوع الكروموزومات أربعة، واحد اسمه ميتا سنتريك يبقى كده عندي السنترومير موجودة في المنتصف، صب ميتا سنتريك يبقى السنترومير موجودة بس يعني بعد المنتصف بشوية أو في مسافة ما بين النهاية والمنتصف. الأكروسنتريك بتبقى موجودة اكسنتريك شوية أو بتبقى موجودة متطرفة أكتر عن الصب ميتا سنتريك. آخر حاجة خالص المرحلة الأخيرة اللي هو اللي اسمه التيروسنتريك ده بيبقى موجود فيه لونج أر بس مش موجود شورت ار. يعني من الاخر السنترومير موجود في النهايه خالص متطرف عند الطرف خالص في الاخر. تمام؟ بعد كده بيقول لي هو ايه فايده ان انا اعمل او في تقسيمه ثانيه كده. احنا قسمنا الكروموزومات تبعا لمكان السنترومير. انا ممكن بقى اقسم الكروموزومات تبعا للنوع بتاعها اللي هو ممكن تبقى سوماتيك وممكن تبقى سكس كروموزومز اللي هي الكروموزومات الجسديه الجينات الجسدية واللي هي الجينات الجنسية أو الكروموزومات الجسدية والكروموزومات الجنسية اللي هو السكس. السكس كروموزوم ده اللي بيبقى موجود في الأوفم أو في السبيرم بيبقى عبارة عن 23 بيبقى اللي هو بيبقى 23 اس كروموزوم. الكروموزوم رقم 23 ده بقى بيبقى هو الكروموزوم الجنسي اللي هو بيبقى إكس أو الواي. يبقى الإكس أو الواي ممكن نسميهم سكس كروموزومز. طب باقي الكروموزومات يبقى كده رقم 23 ده قلنا بيبقى ايه سكس كروموزومز. من 1 ل 22 بقى دي بيبقى اسمها سوماتيك كروموزومز هي اللي مسؤوله عن الصفات الجسديه بتاعتي. انما السكس كروموزومز هو اللي مسؤول عن الصفات الجنسيه بتاعتي. تمام؟ بعد كده بيتكلمني في الحكايه دي عن اهميه الدراسه. ايه هي الاهميه ان انا ادرس الكروموزوم ده؟ قال لك اهميه الكروموزوم بيكون له ان انا دايجنوزس للسكس في حاله الدوبتفول كيسز اللي هي الناس اللي ما بتبقاش معروفه هي ميل ولا في ميل. حاجه اسمها هيرماثروديزم او مرض الخلق. المرض ده بقى انا ما ببقاش عارف هل هو ميل ولا في ميل. ببدا اعمل استادي للكروموزوم بتاعه. لو لقيت فيه واي كروموزوم يبقى خلاص ده ميل بس عنده حاله غلط. لو ما لقيتش فيه واي كروموزوم وكل اللي موجود اكس كروموزوم يبقى ده خلاص في ميل بس برضه عندها خطا في الجينات. تمام؟ يبقى ده كده بستخدمه عشان احدد الجنس في حاله الدوبتفول كيسز اللي انا مش عارف فيها حاجه يعني. الحاجه اللي بعد كده اعرف بعض الجينيتك ابنورماليتيز اللي احنا هنتكلم عليها. ادرس الكروموزوم، الكروموزوم ده لو باظ هيطلع لي اي عرض عليا. فانا عندي العرض ده موجود بس مش لاقي له اي سبب موجود جوايا، فابدا ادرس الجينات يكاد يكون السبب ده سبب موجود جيني، يعني في خطا في الجين نتيجه الجين ابنورماليتيز اللي احنا هندرسها بعد شويه، اللي هي عيوب الجينات بقى والحاجات دي. الحاجة الثالثة بعض الميديكوليجال ابلكيشنز او الميديكوليجال امبورتنس اللي هو استخدامه في الطب الشرعي والبصمة الوراثية وتحليل دي ان اي والكلام ده اللي هو تحديد النسب ولا لا. دي كده بالنسبة للكروموزوم الصفر. كلام سهل يعني بسيط واعتقد ما فيش حاجة. حد محتاج طب ان انا اعيد فيه حاجة سريعة كده؟ بعد كده بقى مرحلة الابنورماليتيز. الكروموزوم الابنورماليتيز دي اللي هي العيوب اللي بتحصل في الكروموزوم. بالنسبة للكروموزوم الابنورماليتيز ابنورماليتيز تعريفها قال ان هو بيبقى عباره عن ديفيشن او انحراف بيحصل في الكروموزوم. تمام؟ ادى الى حاجه معينه، الحاجه دي ممكن تظهر عليا كشخص وتظهر عليا كاعراض في الشخص اللي قدامي.
وممكن تبقى ملهاش اعراض، يعني هي بتبقى سايلنت كده خطا جيني بس مش واضح ملوش اعراض. تمام. اسبابها ممكن تكون مثلا بعض الراديشن، واحد اتعرض لاشعاع، ممكن تكون بسبب دراجز معينه، ممكن يكون اثناء عمليه الانفصامات نفسها حصل خطا في الجينات، دي كلها بتكون اسبابها. المهم بقى والاهم عندي اللي هو انواع او الكلاسيفيكيشن بتاع الابنورماليتيز. يعني الابنورماليتيز في انواع، قسم الكلاسيفيكيشن تبع الابنورماليتيز لنوعين كبار اللي هم يا اما نيوميريكال يعني تبع للنمبر يعني كده في خطا في مين؟ في العدد، يا اما ستراكشرال يبقى في خطا في الاستراكشر. لغايه دلوقتي تمام؟ يبقى انا قسمت الابنورماليتيز الى نيوميريكال يعني عدد وستراكشر يعني الترتيب بتاعي. تبع ان العدد انا قسمته حاجه اسمها بولي بلويدي وحاجه اسمها انو بلويدي. يعني ايه بلويدي؟ وكذا تعريف تاني هو جايبهم في اول الكلام. كلمه بلويدي اللي هي الكروموزومات. كلمه بلويدي نص بيطلق على كلمه كروموزوم، تمام؟ بولي يعني متعدد بس بنفس العدد. بمعنى ان انا عندي مثلا كلمه بلويدي يعني كروموزومات، بولي بلويدي يعني متعدد بنفس العدد. حد فاهم حاجه؟ بالضعف. اللي هو بالضعف بالظبط. يعني انا هنا لما ازيد انا عندي الكروموزومات اللي عندي 23، يبقى لما ازيد هزيد ازاي؟ 23 46 لو هتضاعف فوق 46 كمان عمليه مضاعفات. بس ما ينفعش ابقى 23 يعني هنا 23 وابدا مثلا ب 24، لا دي مش اسمها بولي بلويدي. يبقى البولي بلويدي معناها تضاعف، اللي هو انا بضاعف العدد نفسه. انا عندي مثلا في الخليه السوماتيك بتاعتنا 46 اس كروموزوم، صح؟ انا بقى هبدا اضاعف ال 46 دي، 46 اللي هو المضاعف بتاعها بيبقى كام؟ 92. يبقى انا عندي 92 كروموزوم في الجسم. يبقى دي عمليه ايه؟ البولي بلويدي، ان انا ازود العدد بس ما ازودش واحد ولا اثنين، لا ده انا بزود بنفس عدد الكروموزومات اللي موجوده. الكروموزومات موجود 46 كروموزوم، يبقى انا هزود 46 كروموزوم تاني. فاهمين ولا ايه؟ دي معناها حاجه اسمها بولي بلويدي. يبقى كلمه بلويدي معناها كروموزوم. بيكلمك برضه على شويه تعريفات تانية كده قبل ما نبدا، اللي هو يعني ايه جينوتايب ويعني ايه فينوتايب. الجينوتايب ده معناها الحاجات اللي بتحصل جوه الكروموزوم. الكروموزوم ده هيحصل فيه حاجه ممكن نعرفه بعد شويه، مثلا تبقى ديليشن بريك، يعني اي ابنورماليتيز حصل في الكروموزوم. الفينوتايب ده بقى الاعراض اللي هتظهر عليا. يعني مثلا انا عندي مثلا الجينوتايب بتاع التيرنر مثلا، وليكن مثلا تيرنر سندروم اللي هو بيبقى عنده 45 اس كروموزوم ده تقريبا، او اللي هو المونجوليزم بيبقى عنده 45 اس كروموزوم، مش فاكر انهي حاله من الاثنين. يبقى كده الجينوتايب اللي عنده ان هو عنده 45 اس كروموزوم، تمام؟ طب ايه بقى هو الفينوتايب اللي ظهر عندي؟ ان الشخص ده بيكون قبله مش يعني عنده ميتال ريتارديشن، ان الشخص ده بيبقى له كرايتيريا معينه في وشه، اللي هو مثلا بيبقى النوز بتاعه بشكل معين وبيبقى بقه صغير. هو ده بقى الفينوتايب اللي هو الاعراض اللي هتظهر عليه. انما الجينوتايب التغيرات اللي موجوده جوه الجينات بتاعته. التعريف اللي بعد كده قلنا كلمه بولي يعني اكزاكت مالتيبل اوف هابلويد نمبر، بمعنى ان انا ازود. كلمه بولي معناها ان انا ازود، بس لما اجي ازود هزود الهابلويد نمبر اللي هو 23 كروموسوم، هزودهم مع بعضهم كده على بعض مره واحده. كلمه بولي بلويدي معناها ان الكروموزوم ممكن يكون 46 او 92 او الى اخره، يعني معناها ان انا بزود 23 كروموسوم على عدد الاصل بتاعي. دي معنى كلمه بولي بلويدي. الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها اليوبلويدي، معناها ان في اختلاف في عدد واحد بس، معنى ان انا كنت 46 كروموسوم دلوقتي بقت 47 كروموسوم او 45 كروموسوم. يبقى اول احنا كده خلصنا التعريفات ودخلنا على اول نوع من الابنورماليتيز اللي هو النيوميريكال او اختلاف تبع لعدد الكروموسومات. اختلاف تبع لعدد الكروموسومات قسمناه لحاجتين، يا اما يكون بولي بلويدي يا اما انيو بلويدي. البولي بلويدي معناها ان انا بزود العدد كله على بعضيه، بضاعف العدد. انا كنت 46 كروموسوم هزود عليهم الهابلويد نمبر اللي هو 23 بقت 69 كروموسوم، هزود عليهم الهابلويد نمبر تاني بقت 92 كروموسوم، وهكذا بقى مستمر معايا. طيب تراي بلويدي وتترا بلويدي. تراي بلويدي ده اللي انا عندي بدل ما هو عندي 2 نون بقى عندي 3 نون. التترا بلويدي ان انا بقى بدل ما كان عندي نون واحد بقى عندي 4 نون. هو ده التضاعف بمعنى كلمه بولي بلويدي. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الانيو بلويدي. الانيو بلويدي معناها
ان انا في عندي خطا في كروموزوم واحد بس مش في العدد ككل. الكروموزوم الواحد ده ممكن يكون عندي كروموزوم زياده وممكن يبقى عندي كروموزوم ناقص. لو في كروموزوم زياده هسميه ايه؟ هسميه ترايزومي، ولو في عندي كروموزوم ناقص هسميه ايه؟ مونوزومي. يبقى معنى كده الترايزومي ده عنده كام اس كروموزوم؟ لا كام اس كروموزوم؟ 47. عنده 47 اس كروموزوم. والمونوزومي 45. تمام كده احنا خلصنا اللي هو النيوميريكال ابليشن او النيوميريكال ابليشن. في حد محتاج فيها حاجه؟ ثواني استراكشر ابليشن او ان بيبقى فيه خطا في الاستراكشر بتاع الكروموزوم ده. الاخطاء اللي موجوده في الاستراكشر بتاع الكروموزوم ده ممكن تكون ايه؟ اول حاجه ممكن تكون بريكس. يعني ايه بريكس؟ ان انا عندي ده الكروموزوم بتاعي تمام، انا هاجي عندي في حته في الكروموزوم ده كده واروح جاي شايل حته، شايفين الحته ده اللي انا معلمها باحمر دي كانت حته من الكروموزوم رحت انا شايلها، يبقى انا كده قطعت حته من الكروموزوم، شلت او كسرت حته من الكروموزوم من فوق، يبقى اسمها ايه؟ بريك. يبقى كلمه بريك ان انا اشيل حته اكسر حته من الكروموزوم. تمام. الحاجه اللي بعد كده الديليشن، شايفين المنظر ده؟ انا كان عندي كروموزوم كامل جيت في النص كده ورحت شايل منه حته، يعني دي كان كروموزوم على بعضيها، الحته الحمراء دي كانت تبع الكروموزوم. كله شايف ولا في مشكله؟ انا بقى جيت في الديليشن ورحت شايل الحته دي، يبقى انا كده عملت ايه؟ ديليشن، يعني شلت جزء من الكروموزوم. الحتتين دول هيلحموا مع بعض، هيلحموا مع بعض تاني، بس كان في جين هنا كده وخلاص راح، فعشان كده اسمها ديليشن. ديليشن عملت ديليت لجزء معين من الكروموسوم، شلت الجزء ده والجزئين التانيين لحموا على بعض، يبقى انا كده في عندي جين هينقص صح؟ ايوه. طب كلمه ديليشن ان انا عملت بريك، كسرت حته، بس هل الحته اللي كانت مكسوره دي لحمت مكانها حاجه او حاجه؟ لا. يبقى ده الفرق بين الديليشن والبريك. يعني الحته الصغيره دي كده مش هتكمل بجين تاني، انما الحته دي يعني هتيجي بعد كده تشال هنا كده وتروح جايه لازم. تمام. يبقى انا كده شلت جزء من الكروموزوم. الجزء اللي بعد كده كلمه انفيرجن. كلمه انفيرجن لو حد ملاحظ السيكونس ده، ادي 1 2 3 4 5 ده الكروموزوم بتاعي، بعد كده حصل ابريشن ان الثلاثه والاربعه دول راحوا متشالين وراحوا ملفوفين وركبوا تاني. يعني انا عندي مثلا ده كده، انا كنت ماشي مثلا 1 2 3 4 تمام، عملت ايه؟ راحت افترض مثلا دي كده، ورحت انا اعمل ايه؟ رحت شايف دي كده ورحت شايلها ورحت قريبها من المنظر ده، الكروموزوم ده موجود، الكروموزوم كامل زي ما هو. حد فاهم انا عملت ايه؟ اللي هو انا شلت جزء من الكروموزوم بس ما لغتوش خالص، لا ده انا لفيته ورحت مركبه. يبقى السيكونس اللي هنا ال 1 2 3 4 5 بدا يحصل له تبادل، يبقى مش السيكونس عندي ايه؟ 1 2 4 3 5 ايوه، اللي هو الثلاثه والاربعه زمان القطعه دي طلعت ولفت. تمام. الجزء اللي بعد كده حاجه اسمها ترانس لوكيشن. كلمه ترانس لوكيشن الحمد لله اتظلم من عليها، اتظلم عليكم جزء كبير قوي فيها وكان فعلا كان فاشل. كلمه ترانس لوكيشن دي معناها ان انا عندي كروموزوم موجود اهو وكروموزوم تاني موجود جنبيهم في المنظر ده، عملت ايه بقى في الترانس لوكيشن ده؟ رحت شايل الجزء ده خالص والجزء ده ورحت مركب الاثنين دول على بعض. أنا كان عندي هنا كروموزوم أربعة وكان عندي هنا كروموزوم تاني، عملت إيه في الترانس لوكيشن؟ إن أنا ركبت اتنين كروموزوم على بعض، بمعنى إن الجزء ده مثلا هيتشال من هنا والجزء ده هيتشال من هنا وآخد ده أركبه هنا. أنا المنظر اللي عملته بقى بالشكل ده، دمجت اتنين كروموسوم
ده مكتوب في كروموزوم واحد. فاهمين؟ ايوه. يبقى كده الشخص ده هينقص من عنده كروموزوم ولا مش هينقص؟ هينقص. لان كان عنده 2 كروموزوم ده مجموع في كروموزوم واحد. عشان كده كان في جزء كده في منهجنا القديم في علينا احنا كان بيقول لك ان ممكن الحاله بتاعه الترانس لوكيشن دي تسبب لي الحاله اللي هي بتبقى 45 اس. واحنا بقى كنا قاعدين ندور. الكلام ده ما كانش اتشرح لنا لسه يعني. مش نعرف ان ده اللي بيحصل. هو الترانس لوكيشن كان بيقول لك ان القطعه من الكروموزوم بتمسك في قطعه ثانيه من الكروموزوم الثاني. بس. طب ليه بقى 45؟ احنا دلوقتي اتكلمنا ليه بقى 45 كروموزوم؟ ان انا عندي 2 كروموزوم جنب بعض. الاثنين دول راحوا مندمجين في كروموزوم واحد. يبقى كده انا هنقص عندي في العدد بتاع الكروموزوم يبقى انا بقيت 45. يبقى عرفنا الحاله دي ممكن توصل ل 45 كروموزوم ازاي؟ اخر حاجه اللي هو حاجه اسمها ايزو كروموزوم. كلمه ايزو كروموزوم معناها ان انا عندي الكروموزوم اهو. المفروض ان ده بيبقى الطبيعي بتاعه اللي هو الشورت ار واللونج ار. لما تيجي تحصل عمليه الانقصام بتاعتي اللي هو خلي كل مرحله الانافيس المفروض ان ده هيجي من هنا كده ويروح مقسوم وده يروح ناحيه وده يروح ناحيه. يبقى انا عندي هنا شورت ار وبعديها لونج ار وعندي هنا برضو الجزء ده في عندي هنا شورت ار وبعديها اللونج ار. اللي بيحصل في الانقصام في حاله الايزو كروموزوم مش بيحصل بالمنظر ده. لا ده الكروموزوم بدل ما هو موجود بالشكل ده لا هيبقى موجود بالشكل ده. انقسام الخلية. يبقى هنبدأ لما يجي ينقسم الكروموزوم ينفصل عن بعضيه هينفصل من هنا. يبقى الاثنين شورت ار مع بعض راحوا في مكان والاثنين لونج ار راحوا مع بعض في مكان. يبقى كده الكروموزوم عندي بقى كروموزوم كله شورت ار يعني شورت ار مع شورت ار والثاني لونج ار مع لونج ار. فهمنا اللي بيحصل في فكرة الايزو كروموزوم؟ تمام ولا في حاجة تانية شرح تاني؟ خلاص يعني.